تألقت الشركة السعودية بالمغرب والتي كانت حتى وقت قصير تحتل مكانة هامة في النسيج الاقتصادي المغربي ضربات وصفت بالموجعة في الآونة الأخيرة، وأرخى توتر العلاقة بين العاصمة الرباط ونظيرة الرياض بدلاله على الشركات السعودية بما في ذلك شركة أكوا باور العملاقة المعروفة بحضوتها داخل المغرب. وفي هذا الإطار تم استبعاد الشركة السعودية المذكورة من صفقة محطة نور ميدل لصالح الشركة الفرنسية أوداف رينوفولابل حسب ما نشره موقع متخصص ومقرب من الدوائر الاستخباراتية الفرنسية. ورغم أن طلب العروض المتعلق بصفقة مشروع المحطة يهم مطورين اثنين للمشروع، إلا أن الشركة السعودية استبعدت ولم يشفع لها فوزها بمناقصات محطات الطاقة الشمسية نور 1 نور 2 نور 3 ونور 4. ونسب المصدر إلى مراقبين قولهم المغرب مصمم على ألا يتدخل السعوديون في المجال، خاصة أنهم يبدون منذ عامين متعجرفين وغير مهتمين بالمصالح المغربية. تابعت جبهة الانفصاليين بقلق شديد التحركات الأخيرة للدبلوماسية البرلمانية المغربية، خاصة الزيارة الأخيرة لبلدان أمريكا اللاتينية التي قام بها وفد من مجلس المستشارين برئاسة حكيم بن شماس خلال الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري إلى 19 منها، والتي كرست المسار المتطور للعلاقات القائمة بين البرلمان المغربي وبرلمانات بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وتوجت بتحول إيجابي في مواقف برلمانات تلك الدول من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وعبر الانفصاليون وأصدقائهم ومن يدور في فلكهم من مخاوفهم المتنامية من نتائج الزيارة وانعكاساتها على مسار الوضع في الصحراء المغربية، خاصة وأن تحولات كبيرة حصلت في مواقف بلدان أمريكا اللاتينية كانت توصف بالحصن المنيع لمناصري جمهورية الوهم بخصوص قضية الصحراء المغربية. وهكذا نقلت ما يسمى بالوكالة المستقلة للأنباء بيانا نسبته لأزيد من 20 جمعية وهمية لم يحمل أي توقيع رسمي، تقول فيه إن هذه الجمعيات تناشد البرلمان اللاتيني بمعاملة الكيان الوهمي بالمثل وإعطائه الفرصة للحضور في اجتماعات البرلمان اللاتيني، معتبرة أنها كانت عضوا مراقبا بهذه الهيئة منذ سنة 2011. ودعا البيان المزعوم برلماني بلدان كولومبيا بوليفيا تشيلي البيرو والأكوادور الأعضاء بالبرلمان اللاتيني إلى اتخاذ الحذر من التموقع الجديد بالبرلمان المغربي، وناشدهم بالسماح لهم بإحاطتهم علما بمداولات ما سمي بمؤتمر التضامن مع الصحراء الغربية الذي احتضنته بريتوريا في 26 و 27 من مارس 2019 الماضية، والذي مني بفشل ذريع إذ لم يحظى سوى بتمثيليات ضعيفة لبلدان قليلة، في الوقت الذي احتضنت مراكش في وقت متزامن مؤتمرا حضرته 36 دولة إفريقية للتعبير عن دعمها للتسوية السياسية للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية تحت مظلة الأمم المتحدة. دشنت مجموعة نيكستر للسيارات المتخصصة في صنع نظم توجيه ونواقل السيارات يوم أمس الأربعاء بالقنيطرة أول موقع لها للإنتاج بإفريقيا باستثمار فاق 35 مليون دولار. ويروم المشروع الذي يقع على مساحة 10,000 متر مربع توظيف 500 متعاون بالمنطقة الحرة بالقنيطرة، بالإضافة إلى إنتاج نظم توجيه معزز من خلال تموقعه كأول مصنع إفريقي للمجموعة الصينية والخامس والعشرين لها على الصعيد العالمي. وأشرف على تدشين المصنع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيد العالمي ونائب رئيس مجموعة نيكستر هيرفي بوير، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني محمد الغراث وعامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي،
ويهدف المصنع إلى صنع نظم توجيه كهربائي معززة ونظم نواقل موجهة لمجموعات فيات ورونو ونيسان. وفي كلمة بالمناسبة قال السيد العالمي إن تواجد المجموعة بالمغرب هام واستراتيجي على اعتبار مردودية مجموعة نيكستر التي تصدر 80% من إنتاجها إلى العالم. وأوضح المسؤول الحكومي أن المصنع سيشهد أعمال توسيع مستقبلنا عبر رفع إنتاجية بالمملكة، لافتا إلى أن المملكة لن تدخر جهدا في دعم المجموعة الصينية وكل المجموعات العالمية الراغبة في الاستثمار بالمغرب. وأضاف أن المملكة عبر هذه الوحدة الصناعية الجديدة تستقطب مهنة جديدة بمحتوى تكنولوجي يسهم في ضمان اندماج جلي لسلسلة القيمة وازدهار شعبة السيارات، مشيرا إلى أن جاذبية وتنافسية قطاع السيارات تعزز بمشاريع صناعية مردها مجموعات صناعية كبرى من قبيل نيكستر. من جهته أكد نائب رئيس مجموعة نيكستر أن مجموعته تسعى إلى الوفاء بتعهداتها عبر توظيف أكثر من 500 مستخدم في أفق 2020، منوها بالتسهيلات والإجراءات المحفزة التي منحت لها. وأبدأ ارتياحه للزخم الصناعي الهام الذي تشهده المملكة والذي يعكس تواجد كبرى الشركات بالمنطقة الحرة بالقنيطرة، معتبرا الأمر دينامية تعكس خبرة اليد العاملة المغربية والتكوين المهني في ميدانية السيارات والميكانيك. أما السيد الغراس فاعتبر الأمر شاهدا ملموسا واعترافا من المجموعة بالخبرة المهنية للشباب المغربية، مشيرا إلى أن هذا المصنع الأول يعكس التكوين المهني الجيد في ميدان السيارات وخبرة الشاب المغربي في هذا القطاع. يشار إلى أنه تم الشروع في تشييد مصنع نيكستر بالقنيطرة سنة 2018 ويوجد الآن في مرحلة التجهيز والاستعداد لإطلاق الإنتاج المتوقع شهر شتنبر المقبل. ويأتي التدشين بالمغرب بعيد التوقيع على مذكرة تفاهم في يوليوز 2017 بين الحكومة المغربية ونيكستر، أحدث من خلالها مقر فرعه بالمغرب برأس ماله قارب 7.7 مليون أورو. أسفرت الانتخابات الرئاسية الموريتانية في جولتها الأولى عن فوز محمد ود الغزواني وزير الدفاع السابق بأغلبية الأصوات، والمعروف أن الرئيس الجديد يتبنى موقفا داعما للمغرب في قضية الصحراء ضد البوليساريو. نتائج الانتخابات الرئاسية الموريتانية كانت حسب عدد من المحللين السياسيين متوقعة، خصوصا مع الدعم المقدم من الرئيس المنتهي ولايته محمد ود عبد العزيز ومعسكر رجال الأعمال لود الغزواني، وكذا حجم الحملة الانتخابية وطريقة إدارتها مقابل الانقسام الحاصل في المعارضة الذي أبان عن عدم قدرتها على بلورة مشروع سياسي يمكنه إحداث تأثير واضح في المشهد السياسي الموريتاني. وفي هذا الصدد قال الشرقي خطريب باحث في العلوم السياسية خبير في ملف الصحراء إن النتائج الأولى للانتخابات الرئاسية الموريتانية التي اكتسح محمد ود الغزواني المدعوم من طرف الحزب الحاكم تحمل إشارات ضمنية للعلاقات الخارجية الموريتانية خصوصا المغربية، منها فيما يخص قضية الصحراء، فهذه الأخيرة كانت حاضرة في الحملات الانتخابية لود الغزواني على خلاف منافسي ولد مولود مرشح حزب قوى التقدم الذي عرف بتصريحاته المؤيدة للبوليساريو. وأضاف الخبير السياسي ذاته في تصريح أن المطمح الآن سيذهب إلى خلق توازن بين جميع الأطراف فيما يتعلق بالصراع حول المربع الموريتاني، سواء بين الدول الخليجية وخاصة الإمارات والسعودية من جهة أو المغرب والجزائر من جهة ثانية، على اعتبار أن موريتانيا هي امتداد استراتيجي للمغرب، وبالتالي يفترض في ولد غزواني تطبيق المبدأ الأمريكي الشهير مونرو في بداية ولايته القاضي بتبني سياسة خارجية انعزالية لرسم خطة واضحة المعالم للعلاقات الموريتانية الخارجية. وفيما يتعلق بدور موريتانيا في ملف الصحراء بالأمم المتحدة قال خضري إنها أضحت طرفا مباشرا معنيا بملف النزاع حول الصحراء، خصوصا وقد حضرت بشكل رسمي عبر وزير خارجيتها في الجولتين السابقتين من مباحثات جنيف الأممية حول قضية الصحراء المغربية.
وأضاف أن الأكثر من ذلك أن الرئيس السابق ولد عبد العزيز قد خرج بتصريح سابق مفاده أن الغرب ودول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لا يريدون قيام دولة جديدة تفصل بين موريتانيا والمملكة المغربية جغرافيا. كما أشار في عدة مواقف إلى مسألة مراجعة قواعد التعامل مع جبهة البوليساريو فيما يتعلق بمنح أوراق الإقامة والأوراق الثبوتية، ودعا إلى حصر عنصر التعامل مع سكان تندوف وفق ما هو منصوص عليه في اتفاقيات التعامل الدولية. وعن سؤال حول فوز مرشح الحزب الحاكم بالانتخابات الرئاسية الموريتانية والأوضاع الداخلية بالجزائر وتأثيرهما على مشروع البوليساريو، قال الشرقي خطري إن الجبهة ستحاول اللعب بأوراق جديدة قد تكون بالعودة إلى المقاربة المدنية لدعم مشروعها، خاصة مع تزايد أصوات التغيير وكثرة الأحداث التي طبعت العلاقة بين هيئات الجبهة وباقي أفراد المخيمات. We'll be right back.